بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، تحية من الله مباركة طيبة لحضراتكم جميعا، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني من مقرر علوم الحديث المقرر على حضراتكم في المراكز الثقافية. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن علم الحديث رواية ودراية ومراحل تدوين السنة النبوية المطهرة، وتبين لنا من اللقاء السابق أن كتابة السنة النبوية كانت في عصر أصحاب رسول الله بإذن صريح منه، اكتبوا لأبي شاه، بعد أن كان الحظر قبل ذلك مؤقتا كما قلت، حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن حين يكتبان في صحيفة واحدة. وبعد ذلك انتقلت بكم في اللقاء السابق إلى تقسيم الحديث باعتبار العدد، إلى حديث جاء بعدد من الأسانيد ورواه فوق الحصر، وهذا سميناه المتواتر، وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات سنده. وبينت في اللقاء السابق أن المتواتر منه المتواتر اللفظي ومنه المتواتر المعنوي، وبينت أنه هل نادر أم موجود، وهل وجوده كثير أم قليل. كل هذا فصلناه في اللقاء السابق، وذكرت أنه أي المتواتر يفيد العلم اليقيني، ومعنى العلم اليقيني أي أنني أوقن بأن رسول الله قال هذا الكلام وكأنني كنت موجودا معهم حين قاله، فلا أرتاب ولا أتشكك ولا أحتاج إلى نظر واستدلال على أن رسول الله قال هذا الكلام أم لم يقله، بل قاله بإذن الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم آنذاك بعض الكتب التي ضمت بين دفتيها أحاديث متواترة كثيرة، وذكرت لكم نماذج من هذه الأحاديث. أبنائي وبناتي، ألتقي بكم اليوم مع القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار العدد، وهو قسم الآحاد. وقسم الآحاد هو مقابل للمتواتر، فكل خلل في التواتر أو قلة عدد في التواتر ينقله إلى الآحاد. إذن فالآحاد هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، هذا الاختلال ولو في شرط واحد من شروط التواتر ينقل الحديث إلى أن يكون آحادا. والسؤال الذي يطرح نفسه أبنائي وبناتي، هل الآحاد نوع واحد ولا الآحاد أنواع؟ الجواب، الآحاد أنواع ثلاثة: أعلاها المشهور، وأوسطها العزيز، وأدناها الغريب أو الفرد. الغريب أو الفرد. وحتى لا أكرر الكلام،
أبدأ بالمشهور، والمشهور نوعان: نوع اصطلاحي في علوم الحديث، ونوع غير اصطلاحي لا قاعدة له. أما النوع الاصطلاحي في علوم الحديث وله قواعد، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات سنده ما لم يبلغ حد التواتر، يعني في كل طبقة، طبقة الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، أتباع التابعين إلى غير ذلك، لا يقل رواته في كل طبقة من هذه الطبقات عن ثلاثة رواة. وإن قل عن ثلاثة رواة فلا يكون مشهورا اصطلاحيا. طيب، إن زاد عن ثلاثة رواة ننظر في الزيادة، هل الزيادة هذه أبلغته ووصلته وأمنته إلى أن يكون متواترا؟ خلاص يبقى متواتر. طيب، هذه الزيادة لم تصل به إلى حد التواتر، يبقى إذن يصل مشهورا. بمعنى الحديث إذا كان في طبقاته مثلا ثلاثة أو خمسة أو ستة أو سبعة يكون مشهور، أحيانا في ثلاثة. طب لو كان أربعة أقل طبقة فيه برضو مشهور، لأن لا يبلغ حد التواتر. طب لو كان خمسة، على الراجح والمشهور أن يكون أيضا لسه مشهور، حتى لو كان أقل طبقة من طبقاته خمسة، نعم لا يزال مشهورا، لأن جمهور العلماء قالوا بأن الخمسة لا يتحقق بها التواتر، وإن قال بعض العلماء يتحقق، لكن خلينا مع رأي الجمهور. تمام كده يا جماعة. وأحيانا بعض العلماء يسمون المشهورة المستفيض. المشهورة ليه يسموه مستفيض؟ قال لك لأن الشهرة مأخوذة من الزيوع والانتشار، والاستفاضة أيضا فيها زيوع وفيها انتشار. واستفاض الخبر أي زاع وانتشر بين الناس. إذن فسماه بعض العلماء المستفيض، وبعض العلماء قالوا لا الله، يعني يوجد فرق بين المستفيض وبين المشهور. قالوا أن المستفيض أخص من المشهور، بمعنى أن المستفيض يستوي طرفاه، يعني يبدأ بثلاثة ينتهي بثلاثة، يبدأ بأربعة ينتهي بأربعة، ده المستفيض. وبعضهم قال لا بالعكس، ده المستفيض هو الأعم. لكن على كل حال يا أولادي، يعني أكثر العلماء يستخدمون كلمة مستفيض ومشهور بمعنى واحد، أي مترادفان. الحقيقة لم يؤلف مؤلف واحد في المشهور الاصطلاحي إطلاقا، لكن ألف مؤلفات كثيرة في المشهور، إنما هو المشهور غير الاصطلاحي. يعني إيه المشهور غير الاصطلاحي؟ أي الذي لا يخضع للقاعدة التي ذكرناها، وهي أن يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. إنما المشهور الذي ألف فيه العلماء المشهور على ألسنة الناس، المشهور على ألسنة، وسموه مشهور ليه؟ قال لك لأن الناس تناقلوه وانتشر بين الناس وزاع صيته بين الناس، حتى أن بعض الأحاديث المشهورة جعلها الناس في مضرب الأمثال زي المثل. فمثلا حين تكون عجولا جدا جدا، وأحب أن أعطيك مثلا يعني حتى تتأنى ولا تكن عجولا، أقول لك يا أخي العجلة من الشيطان. فهذا الحديث حديث يعني صحيح، ولكن يعني لم ينطبق عليه
شروط المشروط الاصطلاحي، وإنما سمي مشهورا لانتشاره وتعامل الناس به وكثرة نقله بين ألسنة الناس. والمشهور غير الاصطلاحي يا جماعة أحيانا يكون مشهور بين فئة من فئات الناس، وأحيانا يكون مشهور بين عامة الناس. فأحيانا مثلا يعني يكون مشهور بين جميع الناس، لا محدثين ولا أهل عقيدة ولا أهل الفقه ولا أهل الأصول ولا أي حي، بين كل الناس. زي مثلا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فحين يصدر إيذاء من أحد الناس للآخر على طول ألاقي نفسي قلت له يا فلان يا أخي قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يردد وهذا يردد وهذا يقول، حتى عامة الناس يحفظونه حتى وإن كان أميا يحفظ هذا الحديث، فاشتهر وزاع صيت هذا الحديث وعلم. أحيانا يشتهر بين فئة معينة من العلماء، كمثلا فئة أهل الحديث، فإنه مشهور بينهم حديث البخاري ومسلم أن رسول الله قنت شهرا يدعو على قبيلة رعل وزكوان، لأنهم قتلوا قراء المسلمين وظلموهم وسفكوا دماءهم، فقنت النبي وهو يدعو الله عليهم لغدرهم وخيانتهم لقراء القرآن الكريم. أيضا أحيانا يكون مشهورا بين الفقهاء، والشهرة بين الفقهاء يعني تتعلق بأحاديث يكثر استخدام الفقهاء لها، زي حديث مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. فهذا الحديث زاع صيته وانتشر بين علماء الفقه أكثر من غيرهم. أيضا أحيانا يكون الشهرة بين علماء أصول الفقه، ليه؟ لأن الحديث بيبنوا عليه قواعد من قواعد الأصول، زي حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فهذا الحديث كثر استخدام علماء أصول الفقه له، لأنهم يستنبطون منه القواعد الأصولية الذي تبنى عليه علوم أصول الفقه. وهذا الحديث الذي ذكرته رفع عن أمة الخطأ والنسيان رواه الإمام ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. أحيانا يكون أو تكون الشهرة للحديث بين علماء اللغة العربية كالنحاة، زي النحاة اشتهر في كتبهم كثيرا يستدلون بحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، اشتهر هذا الحديث لأنهم يبنون عليه قاعدة من قواعد النحو العربي، فلذلك اشتهر بينهم، مع أن الحديث لا أصل له، بل هو يعني لم نجد له سندا يعتد به حتى ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون يعني بين العامة، أحيانا يكون بين العامة زي حديث العجلة من الشيطان الذي ذكرته لحضراتكم، وزي يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم. فهذا الكلام بين العامة دائما يتبادلونه وينشرونه، مع أنه لا أصل له وليس بحديث. أيضا مثل
قول أحد الصالحين الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث ولا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين يقولون ثؤر المؤمن شفاء، انتشر بين الناس كلمة ثؤر المؤمن شفاء، وهذا ليس بحديث ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي ينشر ويقول عكس هذا الحديث، وهو الأخذ الوسائل الاحترازية الصحية والاحتياط، حيث يقول في حديث صحيح: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فالنبي يدعو إلى أخذ الاحتياط، ولا يشرب أحد من سؤر الآخر، بل إن النبي دعا إلى كل ما فيه نقاء ونظافة وتحقيق لكل العوامل الصحية للمسلم. هذا الحديث عكس ذلك ولم يقله النبي، لكن اشتهر بين الناس أن هذا من كلام النبي وهو خطأ. أبنائي وبناتي، لعلكم أدركتم في جانب الصحة والضعف أن المشهور غير الإصطلاحي لا يخضع لقاعدة. لا أقول إني مدام مشهور غير إصطلاحي يبقى صحيح، لا يبقى ضعيف، لا يبقى حسن، لا يبقى موضوع مكذوب ولا أصل له. الكل وارد منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع الذي لا أصل له المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه مشهور شهرة غير اصطلاحية ليس فيه مؤشر البتة إلى أنه صحيح أو ضعيف. والمشهور غير الاصطلاحي وجدنا له، كما قلت لكم، وجدنا له مصنفات كثيرة جدا، منها كتاب قيم ألفه الإمام السخاوي سماه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، وأيضا كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للإمام العيلوني، وأيضا ابن الديبع الشيباني كتب كتاب مختصر جدا، تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، والكتب في ذلك كثيرة. لكن المشهور الاصطلاحي ليس فيه كتب، لم نرى فيه ولم نجد فيه كتب خصصت لهذا العلم. إذا كان المشهور غير الاصطلاحي ليس فيه أو له قاعدة نخضع لها ونعرف أن من خلالها صحيح أو حسن أو ضعيف يشمل الجميع، هل المشهور الاصطلاحي يعني مرتبط بالصحة؟ يعني مدام اشتهر شهرة اصطلاحية يبقى صحيح، ولا ممكن يكون صحيح وممكن يكون حسن وممكن يكون ضعيف؟ الجواب نعم، من الممكن أن يرويه ثلاثة وكل واحد منهم فيه ضعف، فينتج عن هذا أنه حسن لغيره، أو ينتج عنه أنه صحيح لغيره، أو ينتج عنه أنه ضعيف، لا مانع من هذا. لكن أحب أن أنبه أبنائي وبناتي أن المشهور الاصطلاحي إذا صح فله مزية على غيره. طب إيه المزية على غيره اللي خلتنا نقول له مزية؟ المزية هي أن هذا المشهور الاصطلاحي ما دام صح فأقوى من غيره. ليه؟ لأنه تعددت رواياته، فعلى الأقل رواه في كل طبقة ثلاثة، إن لم يزد في بعض الطبقات يعني الثلاثة، فله مزية على غيره. أنتقل بكم بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع خبر الآحاد. الأول كان إيه يا ولادي؟ المشهور، وذكرنا الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. يلا بينا نشوفوا النوع الثاني في خبر الآحاد.
وهو العزيز. طيب العزيز من ايه؟ قال لك اما من عز يعز، واما من عز يعز بالكسر. ان عز يعز يعني قل وندر، وان عز يعز اي تعزز وقوي بغيره. تمام. طب ايه تعريف العزيز؟ تعريف العزيز هو ما رواه او ما لم يزد رواته عن اثنين، او لا يقل رواته عن اثنين، ولو كان ذلك في طبقة واحدة من طبقات سنده. يعني ايه معناها؟ يعني كل طبقات سنده ممكن فيها كثير وقليل، لكن المهم أن طبقة واحدة تتحقق فيها اثنين يكون عزيزا. طب لو الاثنينية تحققت في كل طبقاته طبعا عزيز، طب في نص طبقاته يبقى عزيز، طب في تلت طبقاته يبقى عزيز، طب الاثنينية دي الاثنين دول تحققت في طبقة واحدة من طبقات سنده وغير هذه الطبقة أكثر من اثنين حتى يكشف يوصلوا للعشرة وعشرين، قال لك برضو عزيز. ليه؟ قال لك لأن الحكم عليه بالأقل. يبقى إذن العزيز هو ما لا يقل رواته عن اثنين ولو كان هذا تحقق في طبقة واحدة من طبقات سنده. فالعبرة ايه؟ بالأقل. يعني لو مثلا طبقة فيها اثنين وطبقة فيها اربعة وطبقة فيها خمسة وطبقة فيها عشرة وطبقة فيها خمستاشر وطبقة فيها عشرين، هحكم عليه ايه؟ بالعشرين والخمستاشر ولا الاربعة ولا الخمسة؟ لا، هحكم بالاثنين، فأقول عزيز، يحكم عليه بأقل عدد في الطبقة لأنه هو ايه؟ الذي نبني عليه العزيز. الحقيقة العزيز بعض العلماء قالوا هو سمي عزيز من عز يعز، يعني قل وندر، لدرجة ان بعض العلماء قال والله ده العزيز ده نادر، والذي قال هذا الإمام ابن حبان. لكن الحقيقة الحافظ ابن حجر العسقلاني رد عليه وقالوا لا يا ابن حبان، لا، العزيز موجود وفي كثير جدا. ربما يا ابن حبان انت ظننت ان العزيز المقصود به اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من بداية السند الى نهايته. لو كان ظنك كده يبقى ده صح، نادر فعلا وقليل جدا. لكن تحقق اثنين ولو في طبقة واحدة من طبقات سندي، لا، ده موجود وكثير جدا جدا، والحمد لله رب العالمين. طيب يوجد مثال يتضح به المقال في العزيز، ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن النبي اثنين، سيدنا أنس ابن مالك وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما، وبعد كده رواه من التابعين اثنين، سيدنا قتادة وسيدنا عبد العزيز بن صهيب، ثم بعد ذلك رواه عن قتادة اثنين، سيدنا شعبة بن الحجاج وسيدنا سعيد، ثم رواه أيضا عن سيدنا عبد العزيز بن صهيب اثنين، سيدنا إسماعيل بن علية وسيدنا عبد الوارث، ثم بعد ذلك انتشر وزع صيته ورواه جماعة وكثر ايه في الطبقات الأخرى. أقول إذن فتحقق الاثنينية
في الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا دل دلالة واضحة على أن هذا الحديث عزيز، حتى وإن زاع وانتشر وكسر الرواه بعد ذلك، العبرة كما قلت لكم أبنائي بالأقل. هل توجد مصنفات ألفت في العزيز؟ الحقيقة لم توجد مصنفات للعزيز، لكن إذا طالعنا السنة النبوية نجد الكثير والكثير في جميع مصادر السنة النبوية المطهرة، في جميع مصادر السنة النبوية المطهرة. طيب، كلام جميل جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الغريب، إلى الحديث الغريب. إيه معنى كلمة غريب؟ أولا الغريب أي المنفرد، ولذلك إذا سافر الإنسان ترك بلده وموطنه وأهله في مكان وحده بنقول عليه فلان غريب. يبقى ليه؟ لأنه انفرد بعيد عن أهله وعن خلانه وعن وطنه، ده الغريب. تعريفه الاصطلاحي: ما تفرد به راو واحد ولو كان هذا التفرد في طبقة واحدة من طبقات سنده. يبقى الغريب ما تفرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، ولو كان التفرد ده في طبقة واحدة من طبقات السند. يعني معنى كده لو في بعض الطبقات 10 و20 و5 و15 وفيهم طبقة واحدة، سواء طبقة الصحابة والتابعين تابع التابعين إلى آخره، طبقة واحدة تفرد برواية الحديث واحد بس، وكان هو فقط مدار الحديث فقط، نسميه غريب؟ نسميه غريب. ليه؟ لأن حصل التفرد برواية الحديث في حلقة من حلقات السند، أيا كانت، فوق أو تحت أو وسط السند، إحنا ما يعنيناش، لكن في النهاية نسميه نسميه غريب. تمام يا جماعة؟ أحيانا بعض العلماء بدل ما يسموه غريب يسموه فرد. حقيقة يا جماعة القضية كلها يعني ترادفات في الاصطلاحات، غريب زي فرد، فرد زي غريب. لكن يعني شاع على ألسنة ناس ان يعني يطلقون الفرد على الغريب المطلق، يقولوا عليه مطلق يعني فرد. طب كده ده معناه ان احنا لازم ندخل على سؤال مهم: هو الغريب مقسم؟ قال لك ده قسمين، ده قسمين. ايه القسمين؟ قال لك غريب مطلق وغريب نسبي، او ممكن على الترادف فرد مطلق وفرد نسبي. يبقى غريب مطلق وغريب نسبي. ايه يعني غريب مطلق؟ معنى كلمة غريب مطلق يا ابنائي يعني الغرابة بدأت في الحديث عند أصل سنده، عند الصحابي والتابعي، يعني من البداية فأطلقت الغرابة، لأن أول ما بدأ الحديث من فوق بدأ بالتفرد بالغرابة. تمام كده؟ وضربوا له مثالا وهو حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فقد تفرد بهذا الحديث عبد الله ابن دينار عن سيدنا عبد الله بن عمر، لم يروه عن ابن عمر عن النبي إلا ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، ولهذا قلنا يعني غريب مطلق. أحيانا الغرابة تكمل ويتفرد به عن عبد الله بن دينار واحد فقط، وأحيانا تزول الغرابة.
لكن في النهاية اسمه ايه؟ غريب وغريب مطلق. طيب النوع الثاني او القسم الثاني الغريب النسبي. الغريب ايه؟ النسبي. الغريب النسبي ما كان او ما طرأ عليه التفرد في اثناء سنده. يعني ممكن يرويه اثنين صحابة، ثلاثة صحابة، اربعة صحابة، خمسة صحابة، يرويه اثنين ثلاثة اربعة خمسة من التابعين، لكن يجي في تابع التابعين يحصل التفرد، لم نجد احدا رواه الا واحد. او في تحت اتباع التابعين، الطبقة اللي تحت اتباع التابعين يحصل فيها التفرد، فهذا تفرد نسبي او غريب نسبي. زي بالظبط حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقد تفرد به الامام مالك بروايته عن الزهري، بروايته ايه؟ عن الزهري. لكن قبل ذلك كان ما كانش غريب، كان في رواه اثنين وثلاثة من التابعين ومن الصحابة. اذا عرفنا الغريب المطلق والغريب النسبي. السؤال الان اللي بيطرح نفسه، يا ترى الاحاديث الغريبة دي هنلقاها فين؟ اين نجد الحديث الغريب؟ في جميع مصادر السنة، في جميع مصادر السنة، وخصوصا زي معجم الطبراني الكبير والصغير، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ابن ابي شيبة، مسند البزار، الى غير ذلك. طيب الحديث الغريب هل نصدر له او ضده حكم معين؟ يعني بالصحة او الحسن او الضعف؟ اقول لا، اقول لا ابدا. احيانا يكون صحيح اذا تفرد الثقة تام العدالة وتام الضبط، واحيانا يكون حسن اذا كان تفرد به تام العدالة خفيف الضبط، واحيانا يكون ضعيف لخلل في ضبط راويه او لخلل في عدالته، احيانا يكون ضعيف جدا، واحيانا يكون موضوع. اذا الحديث الغريب لا يحق لنا ان نصدر له او ضده حكم من الاحكام ملازما له، بل احيانا يكون صحيح، واحيانا يكون حسن، واحيانا يكون ضعيف. واضح يا اولادي؟ يبقى اذا انا ما اقدرش اصدر حكم ثابت على الحديث الغريب واقول ده يعني ضعيف او صحيح او حسن او ما شابه ذلك. الحقيقة في بعض الاقوال نسبت الى الامام احمد والامام مالك وغيرهما فيها ذم للحديث الغريب، فيها ذم للحديث الغريب. فالامام احمد بن حنبل قال لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. الإمام أحمد بيقول على الأحاديث الغريبة مناكير، يعني خالف هؤلاء الثقات وخالفوا المعروف وذهبوا إلى المنكر، وعامة أحاديث الغرائب دي عن الضعفاء، فكأنه هنا بيصدر حكم ضدها بالضعف. تمام. الإمام مالك أيضا قال مثل هذا الكلام، ودول أئمة كبار يا جماعة، قال مثل هذا الكلام. إيه اللي قاله الإمام مالك؟ قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي يأتيك من ها هنا وها هنا. يعني شر العلم الغريب، شر العلم الغريب.
لكن خير العلم الظاهر المنتشر اللي كان عزيز أو مشهور يأتيك من ها هنا ويأتيك من ها هنا، ده أيه الأفضل. إيه رأيكم يا أولادي؟ هذه الأقوال للأئمة ولغيرهم أيضا قالوا كثيرا هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة، إدانا انطباع عن الغريب إن مدام غريب يبقى إيه؟ يبقى يعني ضعيف أو منكر أو موضوع أو مكذوب أو ما شابه ذلك. أقول لكم إن الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم ممن ذموا الحديث الغريب ذموا نوعا واحدا من الغريب، مش كل أنواع الغريب. إيه النوع اللي ذموه؟ الغريب الذي تفرد به الضعفاء فقط، الضعفاء فقط، فحين يتفرد بالحديث ضعيف قال لك إذن هنا فيه التحذير، وكده كده ما دام تفرد الضعيف هنحكم عليه بإيه؟ إحنا طبيعي بالحكم هنحكم عليه ضعيف، وما دام عليه حكمنا عليه ضعيف يبقى شر أنواع العلم، ويبقى لا نأخذ هذه الأحاديث الغرائف إنها فعلا مناكير. يبقى إذن حين تكلم هذا الكلام قصد به نوعا معينا من أنواع الغريب، وهو الذي تفرد به الضعفاء فقط وليس كل أنواع الغريب. أعلمتم وفقهتم وتبين لكم أن الغريب لا نستطيع أن نحكم عليه بحكم واحد أنه صحيح أو حسن أو ضعيف، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. أما إذا تفرد بروايته الضعيف معلوم الضعف فهذا مذموم، وهذا الذي ذمه الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم. آخر نقطة في المحاضرة يا أولادي، هل هناك كتب صنفت ضمت الغريب فقط بحيث أرجع لهذه الكتب وأشوف الأحاديث الغرائب؟ الجواب نعم، توجد كتب وعلى رأسها كتاب غرائب مالك وكتاب الأفراد، الكتابين ألفهم الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، وألف ابن شاهين كتاب سماه الأفراد، وأيضا كتاب آخر سماه السنن التي تفرد بها كل أهل بلد أو أهل البلد. هذا كله أبنائي في الغريب، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن تقسيم الحديث باعتبار عدد الرواة، وقلنا أن منه المتواتر الذي رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات سنده، ومنه الآحاد الذي شمل ثلاثة أنواع المشهور والعزيز والغريب، وفصلنا القول في كل نوع من هذه الأنواع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.